بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها امين وصلنا المره اللي فاتت لغايه محاكمه اوطاخي وعرفنا الظروف آه والتوقيت اللي اتحكم فيه أوطاخي طبعا انا دايما بقول ان الموضوع اللي بنتكلم فيه ده ما ينفعش يقتزا او حد يدخل فيه من نص كده فجاه من غير ما يكون على درايه بما قبل وما بعد وعشان كده كان شرط اساسي للي يلتحق بهذه الدراسات او الكورسات الخاصه بتاريخ الفكر الكريستولوجي ان يكون حاضر كل حاجه من الاول <applause> وفي البدايه خالص كان شرط فيه المحاضره اللي هي بتدي مقدمه عامه عن الموضوع قلت شرط للدخول الواحد لازم يسمعها كويس ويفهمها كويس لان احنا عرضنا رؤيه شامله في الاول وقلنا موقف الكنيسة من أطاخي إيه لكن إحنا بنسرد سرد تاريخي خطوة خطوة ففي ما بيبقاش حضر قبل كده أو كمل فبيحصل لبس عنده عشان كده ما ينفعش الواحد يقحم نفسه كده في النص ويبدأ يستفسر حاجات بس تنتج على طول إنه ما ذاكرش أو ما حضرش إلا قبل كده طبعا احنا بنعتمد في دراستنا على وثائق ويهمنا الفكر قبل الاشخاص وبكرر قلنا كل ما نُسب الى اوطاخي كنيستنا لا تقبله وموقف الكنيسه منه واضح هيتعرف في الاول وهيتعرف في الاخر لكن هو قال ولا ما قالش اللي بينسب اليه دوت الموضوع لا يخص اوطاخي وحده ولكن يخص البابا كيرلس ويخص البابا ديسكورس فلازم نعرف حقيقه الاحداث ايه وايه اللي تم وايه اللي اتقال بالفعل ما بنقولش كلام انشا كده حتى في السرد التاريخي حريص ان يكون موثق ومبني على مراجع واهتميت في النقطة الخلافية ان تكون المراجع مراجع قديمة مش حديثة واعتمدت اكتر في المراجع على المراجع اللي تخص الطرف الآخر اللي هو الجانب الخلقي دوني واللي فيها الرؤيات بتتفق مع رؤيتنا والروايات التاريخية بتاعتنا إذا كان في حديثا بيظهر حاجات غير كده فيبقى مين اللي غير بقى يعني احنا هنجيب وثائق قوية من كنايس خلقدونية متنوعة أنا بوضح وبعيد وأقول عشان في جت أسئلة الحقيقة جميلة وحلوة لكن في بعضها بيعبر إن اللي بيسأل ما حضرش من الأول وما تابعش كويس اهتمينا إن نرد ونجاوب لكن المفروض حتى الكورس الثاني قلنا شرطه لازم يكون يدرس الاولاني عشان يقدر يواصل يعني والمحاضرات كلها موجودة على اليوتيوب بس زي ما بقول لأي حد عايز يسمع المحاضرات دهية ما ينفعش ياخد عشوائي ويدخل لأنها معمولة بدراسة منهجية لازم من الأول حتى المقدمة مهمة جدًا اللي هي المحاضرة الخاصة العامة المقدمة عامة عن تاريخ الفكر الكريستولوجي من أهم الأمور اللي عايز ياخد فكرة عامة عن الموضوع ممكن يكفيه المحاضرة ده هيت لو حد عايز ياخد فكرة على الموضوع ككل لكن هيدخل بالتفصيل لازم يمشي بالتدريج وبالتسلسل اللي احنا قلناه. طبعا عرضنا المره اللي فاتت عن محاكمه اوطاخي وملبساتها وبعض اللي حصل فيها. طبعا لسه في حاجات هتظهر يعني مش كل حاجه اتقالت في حاجات ما حبيتش اكرر هتبان في الأحداث اللي جاية يعني طبعا اتحكم على أوتاخي لأنه لم يقل ولم يعترف بالطبعتين وأنه رفض الإقرار بأن بالادعاء أن في صيغة مصالحة صيغة عقائدية ومنسوبة للبابا كيرلس وان البابا كيرلس قال بطبعتين وطبعا احنا قضينا كورس كامل عن المصالحة دهيت في عرض ايمان قدموه اه والقديس كيرلس ادرجه في الرسالة بتاعته ليوحنا الانطاقي لكن لم يكن قصيغة ايمان جديدة اتفق عليها المصالحة مبنية على الالتزام بقرارات مجمع أفسس الصيغة دهية القديس كورولوس كان له تحفظات عليها وحللها ونقدها وأعلن صراحة إن لم ننظر بيانا للإيمان ولم نقبل بيانا للإيمان من أحد صاغه آخرون وميز بين عرض إيمانه وبين كلامه هو اما قال ده كلامه هو على يوحنا الانطاكي وقال ان كتب الشرقيون قالوا كذا وكذا وكذا ثم اضافوا فيها بعض التعبيرات الغامضه في بعض التعبيرات الغامضه كانت تحتمل التفسير كده وكده كان طبعا بولس اسف حمص موجود كان بيفسر بالمعنى الارثوذكسي قال ثم اضافوا خلسه بعض التعبيرات التي تظهر أنهم لم يكونوا أنقياء تماما من هزر نصور وقال أن فعلا في حصل اتحاد طبعتين نعم أمال الاتحاد يبقى من إيه لازم يكون أكتر لكن بمجرد ذكر الاتحاد لا نتكلم إلا عن طبيعة واحدة وشرحنا إزاي التمييز الذهني قديس كارولوس استخدم تعبير ممكن نميز ذهنيا لما نيجي نشرح كيف تم الاتحاد باعتبار ان الطبيعه النسوية لم يكن لها وجود سابق فبعين الذهن ممكن بنتخيل ان في وقت لا زمن فيه حصل ايه الاتحاد ذهنيا هنا نقدر نميز ايه ذهنيا لحظة الاتحاد دي اللي هي مش لحظة حتى لأن الطبيعة النسوية وجدت متحدة باللاهوت فهنا عين الذهن لما نيجي نشرح لكن بمجرد ما ذكر الاتحاد الذهن لا يميز بينهما بعد كده امال يعني حصل خلط حصل مزج لأ نقدر نميز الصفات وقلنا القديس كارولوس والقديس سويرس قال في فرق كبير بين ان نميز الصفات وان نميز الطبايع، فالطبيعه الواحدة للاله المتجسد تشمل كل الخصائص اللاهوتية والناسوتية بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، ممكن نميز الصفات لكن لا نميز الطبائع، في شعره ما بينهم. كلام واضح وصريح وابائنا شرحوه لكن برضو الخلقدنين استخدموا التمييز الذهني يعني ما بعد الاتحاد يقولوا زي القديس كورولوس ما قال نميز ذهنية وتكرار حكايه ان في مصالحه صيغه مصالحه صيغه مصالحه بتخلي حتى بعض الناس من عندنا ما يكونوش درسوا الموضوع بدقة يرددوا لهم ان في فعلا في صيغة ايه مصالحة ولا سيما ان عرض الايمان ده موجود في رسالة من رسائل القديس كورولوس عشان كده كنت حريص جدا ان في كل تعليقاتي عليه استشهد بالقديس كورولوس نفسه مش بحد تاني لئلا يظن احد ان ده فهم خاص وشرح خاص وده اللي شفناه في الحضرة اللي فاتت واللي ان ازاي الصراع بين الاصحاب الطبعتين وبين الارثوذكس وعلى رأسهم البابا ديسكورس انه يرفض الاعتراف بان في صيغة وثيقة اتحاد كل اللي كانوا بيقولوه عشان يتم الصلح ان القديس كورولوس يتنازل عن بنود ال12 و... ويعيد تفسيرها بعد ما تمت المصالحه ادعوا ان هو ده اللي حصل عشان كده ارجع واقول ان القرص الاول بدراسته التحليليه التفصيليه مهم جدا 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 لانه بيتبني عليه كل حاجه بعد كده، كل الصراع اللاحق لهذا الامر مبني على كده، مجمع القسطنطينيه المكاني مبني على كده، محاوله صراع اقرار ان في صيغه مصالحه، مجمع خلق دنيا كده، مجمع افسس المسكون الثاني رد على كده وما زال الى اليوم هذا الادعاء موجود ابانا في القدامى ما حدش يجيب سيرة الكلام ده خالص ان في صيغه المصالحه أجيال الجديدة لما بدأوا يقروا مراجع أجنبية وغيره ويشوفوا التكرار الحاجات دهيت فبدأوا يرددوها بحسن نية طبعاً في كتير انا بتكلم الكلام ده قبل ما ادخل في موضوع النهارده في كتير طلبوا مراجع او حاجه مكتوبه يذاكروا منها الحقيقه اللي انا بشرحه مش من مرجع واحد ده بحث معمول من مراجع كتيرة وفي منها مش متاح قوي لكن على المستوى اللاهوتي الأهم من أهم الكتب اللي ممكن تقروها اللي ممكن تبقى متاحة في كتاب نفح العبير ردا على شرح البشير للقمص في ابراهيم ده اتكتب في نهاية القرن التسعتاشر وفي كتاب منشور عن للأنبا يساب الأباح يسابيات وفي كتاب البينات الواقية والبراهين الثاقبة الجزء فيه الخاص بالموضوع دوت وفي النزير ردا على البشير الأنبا ايسوزورس الكتب دهيت وكنت بنبع زرس وتنوير الأذهان بالبرهان والدر السمين في إضاحة الدين غير في مخطوطات في الأديرة كتيرة موجودة في الدر السمين في إضاحة الدين برضو موجود في جزء عن كده وفي بعض المجموعة يعني كتب قديمة مخطوطات ما تنشرتش اعترافات الأباء معلم البيعة و يمكن كتاب علم اللاهوت لابونا مخيل مينا في الجزء بتاع التجسد شرح في حاجه زي كده برضو ده على المستوى اللاهوتي التاريخي فيه حاجات كتيره قديمه لكن انا يمكن مركز اكتر في النقط الخلافيه على الكتابات اللي منهم هم عشان يعني ايه ايه تبقى لها حجيتها اما نتكلم مع حد اه دي حاجه يعني الكل يقرها وهدي فكره بقدر الامكان عن احد المراجع بس يعني في الاخر ممكن اقولها بس يعني حبيت اوضح في الاول بعض النقط اللي يعني ايه لازم نحطها في الاعتبار دايما طبعا اتحكم على اوتاخي آه بصوره يعني فجائيه اوتاخي ده كان آه رئيس دير رئيس متوحدين كان له مكانه كبيره في القسطنطينيه وفي المجتمعات الرهبانيه وكان صديق مخلص للبابا كيرلس عمود الدين والبابا كورس ايضا آه سنه كبير يعني وأيام البابا كورولوس كان اطاخي كبير في المجمع المسكون الأول 431 أه لما جم يحكموه كان في 448 يعني كان فات كم سنة كمان 17 سنة اطاخي كان متوحد ما بيخرجش من الدير خالص ملوش كتب ملوش عظات لا يقف على منبر ملوش تعليم كل ما في الامر هو متمسك بالايه بتعليم الاباء اوسابيوس قال قال لهم انا ممكن اظهر لكم انه ايمانه مش ايه مش مظبوط ممكن يظهر يعني حاجه ايه مش واضحه ولما جه يحاكموه زي ما شفنا ان تقول طبعتين الله طب هو كامل في الهوت وكامل في النصوت وقال اه طيب يبقى اتنين قال لا واحد يعني انا شرحت بالنصوص المرة اللي فاتت وهنكمل ان شاء الله التبعات بتاعت الموضوع لكن ما كانش حد فجأه كده بقى يعني في تعليم قالوا غريب ايه هو التعليم؟ قالوا سقط في بدعه ابوليناريوس نفس الاتهام اللي بيتوجه للبابا كيرلس وعانى منه واللي قالوا له عرض الايمان عشان اللي بيتهموك بالابو لناري هي هي اي واحد يقول طبيعه واحده يبقى ابو لناري لكن ما ما اتهموش انه جاب بدعه جديده او تعليم جديد اتهموه انه سقط في بدعه مين ابو ليناريوس هنشوف تبعات المحاكمه في كتاب تاريخ كنيسه انطاكيا آه لخرسوس توماس بابا دوبلس بيقول ما ان ظهر افتيخس اللي هو اوتيخه امام المجمع في 22 تشرين الثاني اللي هو نوفمبر طبعا 448 <تصفح> حتى صرح بضلاله واظهر الاعتقاد بالطبيعه الواحده يبقى ضلاله هو الايه الاعتقاد بالطبيعة الواحدة فحكم عليه كهرطوق وجردة وأمضى القرار بعد ذلك بقليل اثنان وثلاثون أسقفا وثلاثة وعشرون أرشمندريتيا فاستأنف أطيخ حكمه إلى أساقفة روميا والإسكندرية وأرشليم وسلانيك ورافينا متحاشيا لأسباب معروفة الالتجاء إلى ديمنوس أيضا ديمنوس اللي هو باتريارك اللي يلتجئ له ليه ما هو ده تعليم ديمنوس وسودوريتوس هم اللي ورا الحكايه دي وطبعا حكينا لما ازاي ان ديمنوس بعت لفليفيان وبمشوره سودوريتوس قال لازم يعني نعمل تواصل مع بعض ذوي النفوذ والاسقفة عشان يقاوموا نفوذ قطاخي في القسطنطينية فالخطة نجحت وكتب الامبراطور الى روميا من اجل اوتيخ وعلى الرغم من هذا فقد عمم في اعمال المجمع الدائم وازعها الى كل الكنائس الباقية شهروا بقى ايه بيه بس مش للكل اصبروا بعد أن حكم فيليبيانوس على أوتاخي أرسل مكتبات إلى الشرق وبعض الجهات التي تتفق معه على الاعتقاد ليوقعوا على ما حكم به بدأ يبعث لمين للي زيه اللي لهم نفس الفكر وفي نفس الوقت لم يرسل للأساقفة الذين استغاث بهم أطاخي والبابا دي بصفة خاصة مما يدل على النية المبيتة والتآمر على الإيمان يعني بعد ما خلصوا المحاكمة بعتوا بقى قاعد يبعت للأساقفة وياخد توقعاتهم بس المين في أسافة لا وعلى رأسهم البابا ديسكورس فده كله بيورينا ان الحكايه ان هو عارف ان ايمان البابا ديسكورس كده لكن هم حبوا ياخدوا اوطاخي كده يعني كوسيله يحكموا بيها على الايمان بالطبيعه الواحده اوطاخي يقول ايه بقى؟ قدم شكوى الشكوى دي جت في كتاب مضمون المجمع الخلقدوني الباب ال15 والكتاب ده قلت لكم كتاب مهم جدا نشر في 1694 وهديكم فكرة عنه بعد شوية بيقول ووجه مكاتيب وطاخ بيقول على فليبيانوس وجه مكاتيب معلش أنا بقرأ بنفس لغة الكتاب يعني ملتزم حتى بالاخطاء النحويه والاملائيه بنجيبها زي ما هي كنوع من الدقه والامانه عشان ما الكلام ما يتاولش. ووجه مكاتيب الى الشرق والى جهات اخرى لكيما تتوضع بها خطوطهم من بقيه الاساقفه المتقيين والرهبان والذين ليس حكموا بذلك حيث بالأوجب أن يكاتبوا سير الأحبار الذين كنت استغدت بهم يعني بعت للكل ما عدا اللي استغاث بيهم مين؟ أوطاخي سيلرز يقول بعد الحكم على أوطاخي أرسل في لبيان صورة الحكم إلى ليو صورة الحكم بس من غير تفاصيل إلى ليو اسقف روما وديمنوس الأنطاكي ولم يرسل إلى البابا ديسكوروس ولا اسقف أورشليم لأخذ رأيهم في الحكم. البابا ديسكوروس لأ ويوبناليس اسقف أورشليم لأ. وهذا يوضح أن المستهدف من محاكمة أطاخه هي عقيدة القديس ديسكورس والأرثوذكس بصفة عامة مش أطاخي آه الملك كان بعت للون فلون رد عليه لكن رسالة لون للبقى للإمبراطور بتبين ان كان في تعتيم على الموضوع مش واضح كان لسه ما ملكوش ايدهم من لون كان لسه لون ايه مش مالين ايدهم من اتجاهاته وشكلها ايه فبنقول يلاحظ من رسائل لون الى الملك وإلى فيليبيانوس أن محاكمة أوطاخي تمت في تكتم عن باقي الكراسي الرسولية بالرغم أن المشكلة والاتهام يخص الإيمان ما هيش حاجة إدارية محلية لا ده حاجة تخص الإيمان المفروض تبقى يعني واضحة للكل الاتهام يخص الإيمان العام وليس مشكلة محلية لذا لابد من علم الكراسي الأخرى بالتفاصيل مما يدل على النية المبيتة والهدف الخبيث لأصحاب الطبيعتين قال إيه بقى نيجي للنص لحد لا ربما يظن أحد إن ده تأويلنا إحنا يعني فهجيب لكم النص اللي جه في كتاب مضمون المجمع الخلقدوني اللي نشرته روما يقول فإلى هذا الآن معرفنا بالتفصيل والبيان. معلش أنا بعتذر تاني الصياغة مش بتاعتي أنا بلتزم باللي جه عشان يقولوا سيدنا بيقرأ غلط أو كتب غلط ده مش كلامي ده كلامه هو <تصفيق> 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 أصل <applause> يعني بتتكرر ممكن بل <applause> ما عرفنا بالتفصيل والبيان اي شيء يكون حدث في الكنيسه القسطنطينيه من السجس والاضطراب الذي هكذا حصل عند اخينا فليبيانوس حتى عزل اوطيخ القص من شركه المسيحيين بيقول لغايه دلوقتي مش عارفين يعني ولو أن القس المذكور يكون وجه سابقا إلى الكرسي الرسولي رسالة ينهي لنا دعوته وأشار لنا بالمختصر يعني قالوا أن الأطاخي بعت له بالمختصر بعض من الأمور المذكورة قائلا بأنه حيث كان متمسكا بفرايد المجمع النقاوي أقبلوا بعض ناس يسلبوه بغير سبب ده طخي بعت له بيقول له كده بأنه كان أساء الديانة ثم أرسل لنا القص المذكور نسخة العرض الحال الذي قدمه عليه أوسابيوس الأسقف خصمه فلم يجد فيه شيء من الذي اعترض به عليه لأن أوسابيوس قال ده بيجدف وبيقول يعني اتهامات عامة بيسموها في لغة القانون كلام مرسل مش كده برضو وحيث كان يلطخ القص المذكور بهرطقة ليس ذكر معلنا على أي وجه اعترض عليه وبعدين لاون بقى بيرجع يعني بعد شوية بيقول له وقد وجهنا سابقا رسالة إلى الأسقف المذكور نعرفه رسالة إلى فلبيانوس يعني بأن صعب علينا جدا بأن يخفى عنا إلى الآن أيضا الأمور التي حدثت من خصوص هذه الدعوة العظيمة. الرسالة ديت اتكتبت في يوم 19 شهر نيسان 449 يعني بعد محاكمة أوطاخي بكم شهر؟ أوطاخي حكم في شهر كام؟ نوفمبر صح؟ نوفمبر 448 يبقى ديسمبر يناير فبراير مارس بعد خمسة عشر عشان تعرفوا ان حتى رد الفعل الامبراطور والارثوذكس والحاجات ما كانش يعني عاطفي او لا الامور مشيت بصوره قانونيه جدا التواريخ مهمه فيليبيانوس بعت رسالة للاون بخصوص أوطاخي من ضمن اللي قال له فيها ايه الرسالة دي جت في كتاب مضمون المجمع الخلق قال ليس ينبغي لنا ان نقول ان رب بيقول اطاخي يعني بيقول كده ان أوطاخ قال ليس ينبغي لنا ان نقول ان ربنا يسوع المسيح من طبيعتين يقصد بطبيعتين يعني من بعد ما اتحد بالطبع البشري ثم قال ان جسد الرب ليس هو متساوي لنا بالجوهر ولا انه اتخذ منا واتحد لله الكلمه اتحادا اقنوميا وان جسد الرب ليس كان جسدا بشريا طبعا كل ده اوطاخي قال ان كامل إله كامل وانسان كامل وقال له نفس جوهر امه لانه ما كانش لاهوت يعني عبر ببساطه يعني بتاعته ونجد هنا تجني على اوطاخي لانه قبل في الفعل بالفعل في مجمع القسطنطينيه القول بالمساواه لنا في الجوهر بعدما شرحوا له انه طالما مساوي لامه وامه مساويه لنا او من نفس جوهرنا اذا فهو مساوي لنا في الجوهر وقد قبل اوتاخي هذا ولكن حكم عليه لانه رفض القول بالطبعتين اقر انه مساوي لنا في الجوهر قالوا له يبقى في طبع يبقى خلاص يبقى تقول بطبعتين قال لهم لا طبعتين لا قالوا له طالما يعني ما بتقولش بطبعتين يبقى كانك مش مساوي لنا ايه في الجوهر يبقى كان الجسد نفس الاتهامات اللي وجه بها البابا كيرلس عشان كده قبل كده ما كنت باجي اقول كنت بقى أشير مسبقا اقول لكم نفس الاتهام ده اتهم به اوطاخي بعد كده سيلر ايضا يقول ان اوطاخي رفع استئناف الى أساقفة الاسكندرية وأورشليم وروما وتسالونيكي موقف البابا ديسكوروس ايه بقى بحسب رواية سيلرز يقول بالنسبة لديوسكورس فإنه رفض صراحة أن يعترف بحكم المجمع المكاني وكان على يقين بأن هذه الاختلافات يمكن أن تقرر فقط في مجمع مسكوني لأن عادة الحاجات الإدارية الداخلية المحلية يحكم فيها مجمع مكاني لكن لما حاجة تخص الإيمان بيبقى مجمع مسكوني لان ده حاجه عامه ما هيش حاجه محليه هل يمكن ان تقرر فقط في مجمع مسكوني آه طبعا سيلر بيحكي دوت بعد ما شاف الاحداث حصلت ايه فيقول ايه وذلك يعطي فرصه قيمه حتى يستطيع ان يضرب السهم الاخير البابا دي سكورز اه ليس فقط ضد فليبيان والأقلية الموجودة في العاصمة ولكن أيضا ضد ديمنوس وثيودوريت وبقية النسطوريين في الشرق. ده تحليل مين؟ سيلرز، التحليل ده أنا بس عايز أقف فيه عند نقطتين. أول حاجة يقول الأقلية الموجودة في العاصمة مما يدل على أن كان أصحاب الطبيعتين في ذلك الوقت كانوا أقلية وبعدين يقول ولكن ضد ولكن أيضا ضد نمنوس وسؤدوريت وبقية النسطوريين في الشرق الكلام ده مين اللي بيقوله؟ سيلرز ده عالم فيعني فاهم الدنيا ايه ماشية ازاي مش انا ده هو برضو اللي ايه بيقول <applause> بقول وهنا يعتبر سيلرز ان هذه الاسماء التي ذكرها كانوا نصاطرة وهو اعتراف صادق طبعا فاكرين الظروف آه اللي اتحكم فيها على اوتاخي كان في 448 قلنا حصل حاجات كتيرة اتحجم سؤدورية مكانه ما يدخلش انطاكيا ويلزم ابروشيته صدر قرار باتلاف كل المؤلفات التي تحمل الفكر النسطوري وتتعارض مع تعليم القديس كرولوس وكان على رأس الكتابات دي كتابات مين سوادوريتس وهيبة والجماعة دول في ناس راحوا اشتكوا ديمنوس واللي معاه بالنسطورية ومين اللي ساعدهم ان يقابلوا الامبراطور وطاخي هيبة ناس اشتكوه وراحوا لدمنوس ما عمل لهمش حاجة فراحوا للإمبراطور والإمبراطور أصدر أمر في سنة في ستة وعشرين أكتوبر ربعمية تمانية وأربعين بأن يستدعى هيبة وتسمع هذه الاتهامات يتحقق فيها من ثلاث أساء فيعني الامور ماشيه النهيبة كمان ايه اه غير اوسابيوس نفسه أوطاخي وجهه قال له انت كده يعني الاعتراف بالطبعتين ده ده انت ممكن تتنفي وسابيوس بيقول له ان اوطاخي حدد له الجزيره اللي هيتنفي فيها فالمهم خلصوا من مين؟ من اوطاخي، شوفوا بقى جت المحاكمة بتاعت هيبة في فبراير كان في خلال الصوم الكبير في 449 بعد ما اتحكم على اوطاخي، شوفوا بقى هيتم ايه، بس بذكركم بيها بقول حينما قدم قدم إلى القسطنطينية بعد الشاكين من الإكليروس ضد هيبة وتمكنوا بمساعدة اوطاخي بعرض شكواهم على الإمبراطور الذي أصدر أمرا في 26 أكتوبر بتشكيل محاكمة الهيبة للتحقيق والحكم فيما نسب إليه كان هذا من ضمن العوامل التي دفعت هذا الفريق من مؤيدي النصرية أو الطبيعتين للتخلص من أطاخ الذي صار شوكة في ظهورهم وبالفعل تمت محاكمة أوطاخي في نوفمبر 448 يعني الأمر الإمبراطوري كان في أكتوبر حكموا عليه فين؟ قبل أن تبدأ محاكمة هيبة في الصوم الكبير 449 وبالفعل تم التخلص من أوتاخي ما بين الفطر في الفترة دهيت في المحاكمه بقى اللي انعقدت في الصوم الكبير 449 بناء على امر سؤادوسيوس نتيجه الاتهامات والشكاوى ضد هيبه في وجود التريبيون وثلاثه اساقفه لمحاكمه هيبه ايه اللي حصل بقى هيبه استخدم مواهبه من المكر والدهاء والكذب إذ قدم إيضاح أو إعلان إيمان مكتوب يوضح فيه إيمانه وذلك أرضاه بس إيه هو الإيمان هنعرف كما وعدهم أنه في إيديسة اللي هي الرها سوف ينشر حرم نصور هننشر إن إحنا حرمين نصور وكل من يستخدم كتاباته وأكد أن إيمانه هو نفس ما اتفق عليه كورلس ويوحنا يقصد إيه؟ ما يقولون بصيغة المصالحة وفي نفس الوقت يصدق على ما تم في مجمع أفسس وعلى عقيدة مجمع نيقيا والقسطنطينية ومن ثم سمح له أن يعود إلى إيديس، خلاص أنت بريء واعتبروا الاتهامات الاخرى دي حاجات تافهه ما تستاهلش هجيب النص اللي جابه ايه سيلرز لئلا يظن احد برضه ان دي استنتاجات الخاصه معلش هي حاجات بتطول فيك معاكم بس يعني عايز يعني ايه كنوع من التاكيد او الترسيخ او التوضيح او التوثيق بحب استشهد بالكتابات لانها نقط خلافيه. يقول في هذه المرحله يبدو ان التحقيق في بيروت انتهى ولكن عندما انتقل المفوضون الى سور حصلت المحاكمه على مرتين في بيروت وفي سور الى سور 25 فبراير فكانوا وسطاء السلام مش مجرد بيحكموا لا ده يعني ايه كانوا بتوع السلام يعني قدم إيباس إعلانا مكتوبا بشأن إيمانه وهذا أرضى لهم قال لهم إن إيماني هو إيمان كيرولوس ويوحنا اللي قالوا عليه يعني وأنه في الرها سوف يحرب نصور علانية وكل من استخدم كتاباته وما بيقولوا علينا نصور خلاص هنحرم نصور هي بقى بس بس انا بجيب بحسب انت عارف في اللغات بتختلف الاسماء في النوت بس عاده لما بقتبس بلتزم بال باللي قالوه لكن كويس انتم شاطرين واخدين لبالكم يعني واكد ان ايمانه كان متفق عليه من قبل كيرولوس ويوحنا يوحنا الانطاكي في نفس الوقت يتبع ما تقرر في افسس وقوانين مجمعي نقيا والقسطنطينيه وبناء عليه كلام ده سيلرز اللي بيقول سمح للاسقف بالعوده الى الرها بعد ان قرر المفوضون ذلك في المستقبل يجب ان تدار اموال الكنيسه بتدبير لان كان في شكاوي اداريه مش ايمانيه وبس في شكاوي أخرى وذلك في حالة وجود شكاوي أخرى يجب أن يسمعها أسقف أنطاكيا قالوا لو في شكاوي يسمعها أسقف أنطاكيا ما تترحلش ما تتصعدش يعني بيحجموا له الحكاية إيه من أولها وهو قال لهم اقسم انه سيحترم اولئك الذين عرضوه بشرف لائق لهم يعني حتى اللي عرضوني يعني انا يعني مش هعمل لهم حاجه الموضوع ايه ببساطه ده ما عملش حاجه حاجه بسيطه وايمانه هو الايمان اه اللي متفق عليه طيب نشوف الاتهامات اللي كانوا متهمين بيها ايه? انا الحقيقة في حاجات مكسوف اقولها. فهقول بعضها. نعم? لا؟, لا مش هيكتبها لكم. موصي ما يكتبهاش. <applause> مش هيكتب كل حاجة لا أولا كان في جمع وكان في أسرة جمعوا لهم ألف وخمسمية نقد عملة من أجل افتداء الأسرة وكان في الصندوق مبلغ ستة آلاف يعني المهم مخالفات مالية كبيرة آه كان الرسامات الكهنوتيه بال بمقابل مادي مش لازم اقول كل حاجه صدقوني مش يعني ما ب... مش رسم ابن اخته دانيال اسقفا وهو طبعا غير اهل خالص في منطقة كانت تحتاج حد متميز شوفوا صدقوني حتى يعني في ناس لما تيجي ممكن تتهم غيرها بما ليس فيها وأحياناً الناس ممكن حتى لو ناس في حاجة الواحد يكسف يقولها ما يقولهاش ما يتهمش وده كان أبائنا علمونا كده رغم ان كان القديس كارولوس يختلف وطاخي نفسه كان يختلف يقول فلان المتقي الله الموقر في ادب من كتر الحاجات اللي قدموها يقول قدم المشتكون شكاوي اخرى كثيره غير اللي انا ما قلتها الكلوش ديت فطلب الاساقفه القضاة من المدعين أن يحصروا شكواهم في ثلاثة ويثبتوها ركزوا لنا على ثلاث حاجات هل كان هيبة غير أرثوذكسي هل كان هيبة غير أخلاقي هل كان يستخدم السيمونية يعني بالمال قالوا ركزوا الاتهامات في ثلاث حاجات دهيت وطبعا الثلاثة كانوا مستوفين أنا هركز شوية أكتر على الحاجات الإيمانية ونسيبنا من الحاجات التانية وإن كان في حاجة داخلة في السكة كده لكن هنركز على الإيمان الكلام ده مين اللي قاله بقى ده تاريخ كنيسة أنطاكيا خريزوستوموس بابا دوبلوس برضو مش حد مش من المؤرخين اللي عندنا يقول لما دعي المدعوون بالإثبات هذه الشكاوي الثلاث قال مارا من عن الإدعاء الأول إن إيفا قال في المسيح أنا لا أحسد المسيح الصائر إلها لأنه كما صار هو أصير أنا أيضاً اعمل مثله تصير مثله. يعني اي واحد تقي يبقى زيه. فاعترض ايفا على هذا التجديف المنسوب اليه في هذه الجمله. قال لا انا ما قلتش كده فطلب صمويل اللي هو كان بيشتكيه ان يدعى الشهود الذين سمعوا هذه العباره من الاكليريكيين الذين كانوا حاضرين وسمعوا هذه الجمله في الهيكل. فأكد ثلاثة شمامسة مارا وداود وسابا أنهم سمعوا هذه العبارة. أما إيفا فكان يحتج باستمرار ضد هذه التهمة وقال إن كل إكليروس أديسا اللي هو الرها الزائد عددهم عن 200 صرحوا خطيًا إلى رئيس أساقفة أنطاكيا ديمنوس أن أسقفهم إيفا هو أرثوذكسي صحيح العقيدة وأراد مارا وصامويل أن يوضحا أن كثيرين من الإكليروس أمضوا تصريحهم حول صحة معتقد إيفا بعامل الخوف من العقاب والانتقام، ولكن إيفا عكس برهانهم وأورد أمور كثيرة ضدهم، عندئذ طلب الأساقفة القضاة براهين جلية على هذا الاتهام وعلى أن إيفا أوف إديسا اللي هي الرها قال تلك العبارة وكان إيفا لا يزال يحتج وينكر ويستنكر قولها أنا لم أقل هذا وأنا ألعن قائله أنا لم أسمع ولا من عند الشيطان مثل هذا القول وظهر من اللازم التحقيق مع الشهود من كل إكليروس إديسه وعند جرى بين إيفا وبين متهميه الجدال الآتي خلي بالكم من الحتة الجاية لأن من ضمن التهم اللي قالت له أنه دعا أن وصف القديس كورولوس أنه هارتوكي قال على القديس كورولوس أنه إيه هارتوكي مش أطاخي بقى لا ده القديس كورولوس قال مارا لإيفا ألم تبع أنت المغبوط كيرولوس هرطقيا فرد قلب بالحقيقة لست أذكر وإذا كنت قد دعوت هكذا فذاك عندما حرمه المجمع الشرقي كهرطوقي وإنما أنا تبع في ذلك رئيسي لما بتوع الشرقيين بعد مجمع افسس عملوا مجمع خاص بيهم وحكموا على القديس كورولوس وممنون اسقف افسس فاكرين ولا نسيت اه قال انا كنت بتبع الايه طيب الم تقل انه اذا لم تحرم فصوله الثلاثه لا اقبله ولا اشترك معه اذا لم تحرم انه كان قال للقديس كورولوس او خط ان الزلمه حرمش كتاباته البنود بتاعته لا اقبل ولا اشارك معه وده اللي ادعوه بعد كده ان القديس كورولوس تراجع عن البنود ال 12 وده اللي القديس ديسكورس اما بدا يواجههم قال لهم لازم تقروا لان ادعوا عليه كده قالوا في صيغه اتحاد صيغه ايمانيه جديده وانه نبذ البنود ال12 فالقديس كورولوس رفض الوثيقه قال لهم لازم تقبلوا البنود ال12 فبيقول الم تقل انه اذا لم تحرم فصوله الثلاثه لا اقبله ولا اشترك معه رد قال قلت ان كورولوس اذا لم يفسر مقاله واذا لم يقبل المجمع الشرقي هذه الاقوال فأنا مع رئيسي ومع المجمع الشرقي لا أقبله يقولوا طب قلت في العام الماضي لما كانت الضجة قائمة في الديوان أنك تعتبر المغبوط كورولوس هرطقيا حتى يكفر فصوله ولا أقبل الشركة معه قال بالواقع لست أذكر أجل قلت بالحقيقة إذ لم يقبل المجمع الشرقي كورولوس بعد أن يشرح فصوله الثلاثة فيعتبر عندي هرطقية. البنود من البنود ال 12 طبعاً القديس كورولوس لم يتراجع عن الحاجات دي فإذا هو يعتبر عنده إيه؟ هرطوقي. شوفوا رغم الحاجات دي الحكم في الاخر هيكون ايه عليه يعني عند أسأل إيه سأل القضاة المدعين هل يستطيعون أن يثبتوا أن إيفا استمر يقول عن كيرولوس أنه هارتوكي حتى بعد المصالحة بينه وبين الشرقيين شفتوا بقى كان الهدف يخلصوا من أطاخي إزاي فزعم مرة أن إيفا قال كان كيرولوس لا يزال في نظرنا هرطقيا حتى يكفر الفصول الثلاثه ولكن هذا كان يعني على الحقيقه ان كيرلس كان معتبرا هكذا قبل المصالحه والاتحاد بينه وبين الشرقيين قال اه كان كده قبل المصالحه قبل الصيغه وقبل ما ينبذ, فصو ينبذ فصوله الاثناشر واضاف وقال إني بعيد عن تكفير كولولوس بعد شرحه الفصول يعني بيدعي ان شرح الفصول بمعنى اخر وهذا ما لم يحدث انه ادعاء القديس كورولوس قال نحن لسنا باغبياء حتى يعني ايه ننفي ما قلنا او حتى اننا تبادلنا الرسائل والشركه معا طبعا الشركه لما وقعوا على المصالحه على الحرم الايه نسطور وقبول المجمع افسس فالقديس كولوس قابلهم بالشركه لكن وقعوا لكن قالوا ان اللي حصل حاجه تانيه خالص وكان إيفا يحمل معه كتبا وتواقيع من الإكليريكين في إيديسة يؤكدون فيها بقسم أن إيفا لم يقل العبارة المنسوبة إليه لست أحسد المسيح الصار إله وقد وقع تلك الكتب والتحارير 13 كهنا و37 شماسا و12 ممن هم دون الشمامسة من القراء ورجل الموقعون الإكليريكين أن يعجل في عودة إيفا إلى الكرسي أو من أجل سلام الرعية ومن أجل التعليم المسيح ومع مضيات الفصح القريب ويظهر أن إيفا لم يحكم عليه في بيروت بحجة احتياج التهمة الأولى الموجهة إليه حول الارتقاء إلى أدلة جديدة حكاية أنه يعني قال كده مش ثابتة وأن قال على كيرلس هرتوكي عادي قبل المصالح قبل ما يعيد تفسير أو شرح الإيه الفصول لكنه لم يذهب إلى الرها مباشرة لأن قضيته بحثت من جديد فصور في في عشرين شباط فبراير أمام فوتيوس أسقف صور وأفستاسيس أسقف بيروت وأورانيوس أسقف عمورية وذلك بموجب أمر ملكي كان ينقله وكيل الملك ومستشار مكسيوس. فهؤلاء القضاة بعد أن استمعوا مرة ثانية التهم الموجهة إليه فهموا أن متهميه كانوا يتحركون ضده بدفع أسباب شخصية لذلك اقترح حلا صلحيا يعني أنهم طلبوا من إيفا أن يبسط خطيا معترفه العقائدي ففعل ذلك بطيبة خاطر وقطع لنفسه عهدا أنه منذ ذلك الحين فصاعدا سيتكلم في أديسة جليا ضد نصور وضد مستعملي أقواله أو كتبه وتعهد أن يعترف ويعتقد بالاتفاق الموقع من القديس كورولوس والشرقيين عن وحدة الاعتقاد يعني اعتبر ان هو ده اعلن ايمانه السليم اللي هو ايه ان يوقع على الصيغة اللي بيدعوها بقت هي دي بقى قانون الايمان كان القديس كورولوس ما قالش حاجه تاني ولا كل تعليمه لا هي بس اللي كتبه سؤدوريته الزوت بقى الصيغه الايمانيه الاساسيه في الكنيسه الجامعه ويقبل بالاجمال كل مقررات المجمع المسكوني الثالث طبعا الكلام ده كاذب لان المجمع المسكوني الثالث اتبنى على كتابات كورولوس واهمها البنود ال12 فهيقول مش هو بقى اللي غيرها لا ده القديس كورولوس قعد شرحها فانا قابلها بالشرح اللي ايه القديس كورولوس يعني اعاده اعاده قال ايه بقى حسب ما يقولوا هم يعني ويدعوا وأقنع إيفا مع هذا كله بأن يعتبر متهمي كأبنائه الروحيين منحا إياهم المسامحة من كل ذنب وعقاب واقتنع الإكليريكيون بدورهم أن يتفقوا مع رأيهم إيفا المتعهد بتصرف مع الجميع بعدل وأما من حيث التهم بسوء استعمال مداخيل الكنيسة في الرها فقد قبل إيفا أن تدار الأوقاف بيد لجنة مدبرين إكليريكيين يعرض الأسقف أسمهم على مثال كنيسة أنطاكي وفوق هذا كله ارتضى إيفا بأن لا يعاقب الإكليريكيين المتهمين المتأثرين صموئيل وكيروس ومارا وإفلوجيوس إذا ظهر منهم ما يستوجب العقاب بقرار خاص بل بعد أخذ رأي رئيس أساقفة أنطاكيا ديمنوس هذا وقد اعطى تفسير وتبرير لبعض الشكاوي الاخرى وهكذا حل الصلح والاتفاق بين ايفا ومتهميه من الاكليروس من اكليروس اديسا وحيل بذلك دون تجريد المقصود. طبعا المحاكمه اللي تمت بعد إدانة أوتاخي إن كل التهم الفظيعة دهيت هي تهيب إيه؟ ما فيش حاجة ألام بيها يعني. دي حسب اللي قلت لكم ده حسب ما جاء في تاريخ كنيسة أنطاكيا بابا دوبلس. في مناقشة هيبة ومن معه دانيال وغيره بحسب وباقي الاتهامات بحسب رواية سيلرز بيقول تم الاستماع إلى التهم الموجهة إلى هيبة وكذلك ضد ابن أخيه دانيال ويوحنا من سيودو سوشيوبوليس معلش الأسماء المدن صعبة شوية أولا في بيروت ثم في صور في الصوم الكبير 449 خلي بالكوا في سيلرز بيقول إيه بيقول في بيروت يبدو أن كل الاستفسارات المطلوبة للمحكمة في هذه التهم الكثيرة تافهة كل البلاوي اللي أنا كسفت أقولها حاجات تافهة انت بقت تافهه بعد ان تم التخلص من اوطاخي هو بيقول في هذه التهم الكثيره تافهه لكنها فشلت في التوصل الى قرار والاكثر خطوره على كل حال كانت التهم العقائديه التي قال بموجبها في عظه أنا لا أحسد المسيح لأنه صار إلها لأنه بقدر ما أصبح كذلك فقد أصبحت كذلك لكن هي أنكر بشدة أنه تكلم بهذه الطريقة لقد كان تجديفا حتى الشياطين لن ينطقوا به ثم تم تقديم التهمة أيضا بأنه دعا كيرلس هرطوقي ولكن أجاب الأسف على توجيه هذا الاتهام بأنه إنما كان يتبع ما حدده يوحنا ومجمع الشرقيين في افسس وبعد ان شرح الاسكندراني يقصد القديس كورولوس فصوله يقصد نغير شرحها يعني او تفسيرها يعني تبادل هيبة معه رسائل الشركة والتمس بانه يجب ان تقرأ الوثيقة التي وضعها رجال الدين من الرها في صالحه ومع ذلك ده سيلرز اللي بيقول ومع ذلك لم يكن من السهل التغلب على خصومه وعندما كان مستعداً لسماع ما سيقولونه من جانبهم طلب المفاوضون إثبات أنه دعا كيرولوس كهرتوكي فتم أحضار وقراءة الرسالة إلى ماريس يعني مش هيجيبوا شهود قالوا طب بس نجيب الرسالة اللي كتبها لماريس ونشوف قال على كيرولوس إيه ورغم أن الرسالة دهيت شوفوا سيلرز بيعلق ايه في الاخر ومع ذلك انتصر المتهم ويلاحظ هنا ان هذه المحاكمه كانت قد تاجلت حتى تم التخلص من اوطاخي ورغم التهم الشنيعه الواضحه سواء كانت اداريه او سلوكيه او عقائديه قد تم تسفيه التهم السلوكية، وتجاهلوا تماما التهم العقائدية رغم جسامتها، الأمر الذي كان يصعب إنجازه بدون التخلص من أوتاخي، وهنا اشتكى القس صموئيل بأن السؤال عن أرثوذكسية هيبة ظل معلقا، لم يجاوبوا عليه. دي حاجه عارضه تمت بعد التخلص من اوطاخي نرجع لأطاخي والاوضاع شكلها ايه بقى لسه بدري <applause> قدم اوطاخي شكوى للامبراطور شوفوا بقى اللي هندخل في المفيد بقى طبعا مر شهور اتحكم على اوطاخي هو بسيط حكموا عليه وخلاص لكن فوجئ حيثيات الحكم وال غير اللي حصل ان اولوه كلام وحذفوا اقوال وبعض الاجراءات حصل فيها تزوير تام فقدم أطاخ شكوى للإمبراطور بأنه قد تم تزوير أعمال المجمع المكاني 448 وطلب أن يتم فحص كتبة فيلبيان وكذلك الشهود الثلاثة أمام تلاسيوس أسقف قيصرية وأساقفة آخرين في القسطنطينية واستجيب لطلبه ده مين اللي بيقول كده سيلرز مش انا وتم عقد مؤتمر قصير يوم 8 ابريل 449 في غياب فيليبيان وبرئاسه تلاسيوس عملوا الاول تحيص مصغر قوي في 8 أبريل أعقبوا مؤتمر كامل حضر فيه 34 أسقف منهم 15 أسقف كانوا قد حضروا المجمع المكاني السابق في نوفمبر 448 أرجوكم تخلي بالكم من اللي جاي ده قوي تم عقد هذا المؤتمر في رواق المعمودية الأعظم لكنيسة القسطنطينية في 13 أبريل برئاسة فليبيان وحضور فلورنتيوس والكونت ماماس والتريبيون مقدونيوس، وشرح مقدونيوس أن أوتاخي لا يستطيع الحضور حيث أنه مقطوع من الشركة، ولكن الإمبراطور أمره بأن يرسل ممثلين له شوفوا هنا ان بيقولوا رغم أنه وطاخي مسنود بالامبراطور وكده في احترام غير بقى لما هتشوفوا بعد كده في خلقدونيه المحرومين من مجمع مسكوني دخلوا والبابا دي سكورس يوقفوه كمتهم معلش احيانا بستبق الاحداث بس عشان تبقوا تفتكروا قال يرسل ممثلين له هم الرهبان كونستانتين وأوليسينيوس وقسطنطيوس وقرئ خطاب أوطاخي للإمبراطور سودوسيوس ثم أمر كتبة فليبيان والشمامسة استوريوس وإتيوس وثلاثة آخرين بالوقوف في الحال طلب اتيوس انه يجب ان يقال لهم اتيوس ده شم من شمامسه فيليبيانوس طلب ان يجب ان يقال لهم ما هو الاتهام ومن هو موجه الاتهام وقد عددهم فيليبيان في هذا الطلب ولكن فلورنتيوس والاغلبيه معه اشار الى انهم اجتمعوا للسؤال عن اعمال المجمع احنا جينا نحقق في اعمال المجمع تمت ازاي وتقدم الاساقفة لفحصهم جلسة بجلسة وجزء بجزء ده الكلام ده سيلر اللي بيقوله وفي هذا المؤتمر اثبت كونستانتين ان الحكم بعزل اوطاخي قد رسم بواسطه فيليبيان قبل الجلسه الاخيره للمجمع يعني الحكم كان جاهز من قبل المجمع ايه ما ينتهي قبل الجلسة الأخيرة للمجمع المكاني وتم فحص هذا الموضوع في المؤتمر الثالث يوم 27 أبريل يعني شوفوا خد وقته دي كلها تحقيقات ملهاش علاقة بمجمع أفسس لسه دي شكوى قدمت من اوطاخي للإمبراطور إن حصل تزوير فالإمبراطور شكل مجلس للتحقيق قاعد فيه 34 أسقف، بابا ديسكورس بعيد عن الموضوع ده خالص، تم فحص هذا الموضوع في المؤتمر الثالث يوم 27 أبريل وأرسل أوطاخي عريضة جديدة للإمبراطور قائلا من يستطيع أن يقول الآن أنه كان جاهلا بإيمانه الأرثوذكسي الذي لعيب فيه بيتكلم على نفسه مين دلوقتي يقدر يقول بعد ما أثبت أن فيه تزوير حصل وفي هذا المؤتمر الثالث برئاسة الكونت مارتيال ثم فحص مانجوس وقال كيف عندما تقدم إلى فلورنتينوس كمفوض علماني معين من الإمبراطور فإن فيليبيان قال إنه لا بحاجة لا حاجة أن تزعج البطريق فلورنتينوس ده كان مندوب الإمبراطور ففيليبيان قال ما تزعجوش فإن الحكم قد تحدد صدر بالفعل أطاخي قد أدين حيث دعي ثاني مرة للمجمع ولم يطع وهو ما كانش جاي أو قالوا أنه ما يجيش عشان مقطوع من الشركة وشهد أيضا أن رئيس الأساقفة فليفيان أحضر له ورقة تشمل الإدانة أهو حكم الإدانة جاهز يعني كان مدان من الأول من قبل ما يقابلوه وفي إجابة لسؤال مباشر لكونستانتين قال أنه من المسلم به أن الورقة كانت قد عرضت عليه قبل بدء انعقاد جلسات المجمع وأمر مارتيال بأن هذه الشهادة يجب أن تدخل في المحاضر الرسمية لوقائع الجلسات الكلام ده كان في حضور مين؟ في و15 من أسقف من اللي حاضرين المجمع المكان من المحتمل أن يكون فليفيان الذي لم يطلب منه الإدلاء بشهادته قد صاغ حكم العزل قبل لقاء المجمع لقد تم استدعاء أوتاخي لمرة أخرى وقد أخبر المبعوثين بنفسه أنه لا توجد حاجة لإرسال دعوة تلت التحيم مستمر الشماس لوسينيوس اشتكى بأنه ما تم في المجمع المكاني لم يسجل بطريقة عادية وأنه في بداية الجلسات قد سلم الأرش من دريت عريضة تشمل إيمان نقية والذي تثبت في أفسس وأن في لبيان رفض قبولها مرضيش يخليه يقدم السند مكتوب قالوا لا دي لازم يقول لان المستند هيبقى مستند موجود لكن الكلام اه يعني ويجب ان نلاحظ انه في فحص اعمال المجمع مجمع فيلبياس فان في فلورنتيوس انكر مسؤوليته عن هذا التصريح فلورنتيوس زال كان مدني او علماني موجود في النقاش لما دخل حمي وهو مش فاهم حاجه فعملهم بيقولوا لطبعتين وكده فراح قال له تاخي من لا يقول طبعتين لا يؤمن بحق فلما بيقولوا انت قلت كده فقال لهم انا رجل علماني قال انه رجل علماني لا سلطه له للمشاركه في المناقشات اللاهوتيه واعلن ان الذي حدث انه حذر اوطاخي بس يعني اذا ما كنتش تقول طبعتين يبقى ايمانك مش مظبوط ده كان كلام سيلرز في مضمون المجمع الخلقدوني بقى في كتاب مضمون المجمع الخلقدوني يقول بعد عزل اوطاخي في القسطنطينيه اجتمع في دهليز الكنيسه بامر الملك مجمع فيه ثلاثه وثلاثون اسقف من جهات مختلفه وبينهم كان جالسا فليبيانوس اسقف القسطنطينيه للنظر فيما صار سابقا بين اوطاخي القس وفليبيانوس الاسقف وجلسوا في خزانه حوض المعموديه. فقال مقدونيوس القائد ان اوطاخي القس قد قدم سابقا عرض حال للملك وانهى لجنابه انه كان وجد بعض أمور مفسودة فيما بين الدفاتر ودعوته طالبا للدفاتر التي في مكتبة الملك دي جت في مضمون المجمع الخلق دون طبعا الموضوع ده كبير قوي مكتوب بتفاصيل كتيرة قعدوا ايام طبعا احنا بنحاول نلخص لكن بنصوص صريحة منهم من الأمور بقى اللي تم تزويرها يقول قال أطاخي وإن حدث أن الأباء القدسين يخلو في بعض كلام أو يزيغوا عن الحق فذلك أنا ليس ألومه ولا أقبله فلكن أنا أفحص في الأصفار المنزلة لانها اثبت من اقوال الاباء القديسين ده قالوا ان أطاخي قال كده يعني انه رفض ساعتها ان الصيغه اللي هي بيقولوا على صيغه المصالحه فرد قال قسطنطين الراهب ليس قال هكذا أطاخي بل ان الاباء القديسين تكلموا بانواع مختلفه أما أنا فأقبل قولهم قانونا لاعتقادي يعني مش جدف على الآباء القديسين قالوا كلام وحش قال القس يوحنا الذي أرسل إلى أوطاخي أرسل إلى أوطاخي من قبل مجمع في ليبيان ذا كله جه في كتاب مضمون المجمع الخلقدوني أن أوطاخي ذكر له بأن المسيح ليس له جسدا مساويا لأجسادنا لكن الذي حدث فعلا ان القس يوحنا سال اوتاخي وقال له اتعترف ان الله الكلمه مساويا للاب في اللاهوت ومساويا لنا في الناسوت اجابه اوتاخي ما هو مكتوب في قانون الايمان قال له قانون الايمان قال ايه اجابه القس ان ما هو مكتوب فقط انه مساويا في الجوهر للاب فقال ذلك هكذا أعتقد أنت لأني أنا هكذا أقول طبعا هو أطاخي قال على قانون الإيمان كده يعني مش عايز يغير على قانون الإيه؟ الإيمان خوفه من الوقوع في خطأ كان يلتزم بنص قانون الإيمان أما بخصوص إيمانه بالتجسد فقد أكد أن المسيح إله تام وإنسان تام وأنه مساوي للبتول في الجوهر قالوا لي أنت مش بتعترف أنه مش مساوي لنا قال لا ما هو مساوي لأمه قالوا له طب ما أمه من نفس جوهرنا قال لهم خلاص يبقى مساوي قال الشماس لوسين قد شهد أن القصة أطاخي كان يقول وأنا أتبع تفسير الآباء وهذا القول ليس انكتب في الدفاتر ما كتبوش أنه يتبع الآباء تم عزل اوطاخي لانه رفض الاعتقاد بالطبعتين ولكن هذا السبب لم يذكر في دفاتر مجمع فيليبيانوس بالقسطنطينيه فقسطنطيني قال قسطنطين الكاتب ولأي سبب عزل اوطاخي هل ما عزلوه الا لانه حيث ساله قدس المطران اتعتقد انت ان للمسيح طبعتين من بعد الاتحاد وتحرم الذين لم يقولوا هكذا ليس أراد المذكور حر يحرم للمذكورين الزيغين عن اعتقاد الطبيعتين لأجل ذلك انعزل وخطابه في هذا الأمر ليس انكتب في دفاتر المجمع هم ما قالوا له تقول طبيعتين وتحرم اللي ما يقولوش بالطبيعتين فرفض وقال محرمش ابائي ما قالوش كده لا عندهم اللي ما يقولش بطبعتين يبقى بينكر الناسوت وما تقالوش انه رفض عشان ما يقول طبعتين ده في كتاب مضمون المجمع الخلقدوني في الباب الرابع والعشرين ثم استمر في قراءة بعض أعمال باقي أعمال مجمع في لبيانوس فيأتي قول اوطاخي الآتي فأجاب أوتاخي قد قريت كتب الإدسين كورولوس وأسناسيوس الآباء القديسين وقد وجدت أنهم قالوا في المسيح طبيعتين من قبل الاتحاد أما من بعد الاتحاد والتجسد ليس قالوا به طبيعتين بل طبيعة واحدة فأجابه فلورنسيوس البطريق أتعترف في المسيح طبعتين من بعد الاتحاد فقل لنا إن كان لم تقول سرت مدان ساقط ومن هذا الحوار يتضح جدا سبب عزل أوتاخي هو رفضه القول بطبيعتين وليس لانه أنكر نصوت المسيح نفس الاتهام اللي كانوا بيوجهوه للبابا كيرلس لما كنتش شول طبعتين يبقى انت بتقول الطبيعه الناسوتية صغرت او تلاشت او مش موجوده وده اجاب عنه القديس كيرلس في الرساله لساكسينسوس طب ما احنا بنقول انا من كتبهم واثبت التزوير كده يعني ده البابا ديسكورس مالوش علاقه ما دخلش في الموضوع. يقول فاجاب لما لما قالوا له تبقى صرت مدان اجاب اوطاخي اقراوا كتب القديسين اثناسيوس لتعلموا انه قد لم يذكر بمثل هذا التعليم فاجابه باسيليوس الاسقف ان لم تقول طبيعتين في المسيح من بعد الاتحاد قد ادخلت بينهما امتزاجا او اختلاطا نفس التهم القديمه هي هي وهنا في المجمع الذي انعقد بامر الملك بعد مجمع فيليبيانوس لفحص التزوير الذي حدث في دفاتر مجمع فيليبيانوس اكد مندوب اطاخي مرات عديده واثبت أنه قد تم عزله لأنه رفض القول بالطبيعتين، ورفض أن يحرم الآباء الأرثوذكس الذين لا يقرون بالطبيعتين كما جاء ذلك في عدة مرات في الباب الرابع والعشرين من كتاب مضمون المجمع الخلقدوني، مثل جايب نص تاني، ثم قال قسطنطين أما ليس انكتب في الدفاتر لأي سبب حرم أطاخي لأن أسقفنا قصده أنه يقول طبعتين في المسيح بعد الاتحاد وأنه يحرم الذين ما يقولون هكذا ولأنه أنكر ذلك قائلا الويل لي إن كان ألعن الأباء القديسين حينئذ كتب عليه العقدية وهذا الجواب ليس انكتب في الدفاتر ثم قرأ الكاتب: ي... يعلم أيضًا باسيليوس الأسقف أن لما سألوا لأطاخي فأجابهم: إني أعتقد بطبيعة واحدة فقط. فقال الأسقف باسيليوس إن القديس أسناسس كان كتب أن واحدة هي طبيعة الكلمة المتجسدة، وذلك أيضًا ليس وضع في الدفاتر. رفض اوطاخي للطبيعتين وان يقول بطبيعه واحده ما اتحطش اللي شعوه انه انقر انه مساوي لنا في 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 الجوهر وان انكر ناسوت المسيح والحاجات اللي هي اللي ما يقولش بطبيعتين يبقى كده زي ما كانوا يتهموا البابا كيرلس ما هو لو قلت بطبيعة واحدة معنى كده انك بتحصل بتقول ان الناسوت ليش قال لهم ازاي ويبقى هدف التجسد ايه أصلاً؟ مهما نغلب نقول كامل في لهوته وكامل في ناسوتو لا عشان نقول كده يبقى لازم يبقى ايه؟ طبيعتين لكن هنا بقى أما قالوا الطبيعة واحدة لله الكلمة يقول نلاحظ هنا التفسير الملتوي في اللفظ والمعنى لتعبير الآباء طبيعة واحدة للإله الكلمة المتجسد يرجع لبداية الخلاف ففي المجمع الذي انعقد لفحص الدفاتر الخاصة بمجمع فيليبيانوس نجد أن باسيليوس الأسقف يقول أوتاخي إن قلت طبيعة واحدة متجسدة ومتأنسة في الله الكلمة قد وافقت لقولنا طبعتين يعني ولأقوال الآباء فإنه واضح أن شيء آخر هو اللاهوت الذي هو من الآب وشيء آخر هو الذي الجسد الذي تجسد به وهو من الأم يعني فسروا التعبير بتاع القديس أثناسيوس والقديس كورولوس طبيعة واحدة الله الكلمة متجسدة أو المتجسد ان طبيعة واحدة لله الكلمة دي يقصد بها الطبيعة اللاهوتية متجسدة الطبيعة الناسوتية في حين أن يقولوا ان التعبير ده البابا اذا واخده من ابو ليناريوس برضو ثم قال قسطنطين وكيل اوطاخي ان القضيه اوجبوها على اوطاخ كتبت عليه قبل ما ياتي الى دار الاسقف لأن أوطاخي راح وحضر القضية مكتوبة عليه قبل ما يجي, يجي خالص، ثم قال قسطنطين: "قد ذكرت أيضا سابقا أن أسقفنا سأل لوطاخي أتقول طبعتين بعد الاتحاد وتحرم الذين لم يقولوا كذلك؟" وهذا الكلام أيضا ليس وضع في الدفاتر. لأن أوطاخي إنما انعزل لأجل إن ما أراد يلعن أولئك الذين ينكرون الطبيعتين من بعد الاتحاد. رفض إن يقبل وقال كده بتعبيره البسيط قال الويل لي إن كان ألعن الآباء القديسين. الويل لي إن كان ألعن الآباء الإيه؟ القديسين اعتبر ان الاباء اللي بتوعنا اللي هم بيؤمنوا بالطبيعه الواحده الطبيعتين هم الاباء القديسين. ولما ضيق وكيل اوطاخي الخناق عليهم ليقر بان عزل اوطاخي انما تم لانه رفض القول بطبيعتين اقر باسيليوس بذلك كما يلي ده جاي برضه في مضمون المجمع الخلقدوني فقال باسيليوس او حد ينام فقال باسيليوس لان اوسابيوس الاسقف اولا وثانيا قذف اوطاخي بانه كان ينكر الطبيعتين من بعد الاتحاد نذكر انه قال في الاسقف لأطاخي ما تسمع الذي يقول لك وما تجيب على ذلك ثم قال قسطنطين لباسيليوس الاسقف فليس سمعت اذن كلام مطراننا قال باسيليوس في مبتدا العمل السابع سال أسابيس الاسقف من اطاخي اتقول طبيعتين من بعد الاتحاد في المسيح وتعتقد انه مساوي لنا في الجسد وتحرم وتلعن الذين يعتقدون بخلاف هذا الاعتقاد، ثم أن سأله المطران هل كان يعتقد بما كان ينهي له الشاكي، ثم قال قسطنطين الراهب: فهذا الذي أطلب من مجمعهم قد سمعتم من المطران أنه قال للقس أوتاخي: أتعتقد بطبيعتين؟ فأجابه سالوكوس الأصف فقيل: ذلك الكلام ما أدري من أي من الاثنين أم من أوسابيوس أم من فليبيانوس؟ قال له: تقال بس مش فاكر مين اللي قاله أوسابيوس ولا فليبيانوس؟ ثم قال البطريق: أنا أيضا أذكر أن ذلك الخطاب كان لفليبيانوس المطران. أعني أن أتعترف بطبعتين من بعد الاتحاد؟ فأجابه أوتاخي قائلا: بجد بجد كتاب القديس أثناسيوس وليس بجد به ولا في كتب الأساقفة هذا القول. فأجاب أسيوس الكاتب: هذا السؤال كان من أوسابيوس في المجمع. ثم قال أودوسيوس الأسقف: حقا إني أذكر أن أوسابيوس الأسقف قال الكلام المذكور. وأن قدس المطران أزعن لقوله ألزم بأن يقبل ما كان ينهي له الأصف أسابيوس يعني عايزين يقولوا مين اللي قال اوسابيوس ولا فليبيانوس فحسم لهم الموضوع أسابيوس اللي قال بس فليبيانوس أزعن لإيه ونرى هنا تضارب أقوال الأساقفة وإقرارهم في نفس الوقت رغم أن متضاربين مين اللي قال لكن إقرارهم اجمعين بان اوطاخي عزل لانه لم يقل بطبيعتين وصاروا ينسبوا القول مره لاوسابيوس واخرى لفليبيانوس وأقر اخيرا ان أسابيوس صاحب القول وان فليبيانوس ازعن له ووافقه ثم قال وكيل اوطاخي إن معلمي لما قريت القضية التي كانوا أوجبوها عليه استغاث بمجمع الأسقف الروماني ومجمع الأسقف الإسكندراني وأسقف أورشليم وأسقف تسالونيكية وذلك ليس انكتب في دفاتر المجمع رغم استغاثته الحاجات دي ما اتكتبتش في الدفاتر وصارت هذه النقطة أيضا محل تضارب في الأقوال بين الأساقفة طبعا دي كلها جت معظمها في الباب الرابع والعشرين من كتاب مضمون المجمع الخلقدوني والجدير بالملاحظة ده كلامي أنا بقى <applause> ان الحكم الذي صدر على اوطاخي لم يصدر عليه كصاحب بدعه جديده ولكن لكونه سقط في بدعه ابو ليناريوس يعني ما فيش بدعه اسمها بدعه اوطاخي الاوطاخي جاب حاجه جديده لا اصبروا ليس لكونه سقط في بدعه كصاحب بدعه جديده ولكن لكونه سقط في بدعه ابو ليناريوس وهذه هي التهمه التقليديه التي يوجهها اصحاب الطبيعتين لمن يؤمن بطبيعه واحده بعد الاتحاد وقد سبق واتهم بها القديس كورولوس نفسه مهما كانت التاكيدات بان السيد المسيح الإله المتجسد كامل في لاهوته وكامل في ناسوته الكلام اللي بقوله دوت في نص في مضمون المجمع الخلق دوني مش أنا اللي مستنتجه برضو النص ممكن هتشوفوه دلوقتي يقول فأجابه قدس المطران قائلا قد وكدنا من سير الوجوه ومما صار سابقا ومن تقريره ان أوطاخ الذي كان قص ورئيس الدير قد سقط في بدعه افوليناريوس بس كاتبينها مترجمينها افوليناريوس آه يعني اتهامه انه سقط في بدعه مش بدعه اوطاخي بقى اصل في تطوير في تاويل كانه يعني تطلع ببدعه جديده لا هي نفس قالوا سقط في بدعه ابو ليناريوس وفي المجمع الذي انعقد بامر الملك سؤدوسيوس للتحقيق في قضيه اوطاخ الذي قدم عرض حال تظلم للملك نجد ان كبير الحراس يشهد بأن الحكم بعزل أوطاخي قد كتب وتم من قبل انعقاد المجمع وهذا نص شهادته يقول فأجاب كبير الحراس قد قلت لكم أولا أن أطاخ انعزل وانحرم من قبل ما ينعقد المجمع وأنا قد نظرت صورة الحرم الذي أوجبوه عليه كما شهد أيضا مقدونيوس الكاتب بأن الكتب قد أفسدوا بعض فصول من أعمال المجمع الذي حكم على أوطاخي برئاسة فيليبيانوس ونص شهادة مقدونيوس كما يلي ومصدرها كتاب اللي هم نشروه مش مني ولا من كنيستنا مضمون المجمع الخلقدوني قال مقدونيوس قد أمر الملك من مدة زمان أن الأساقفة وفلورنسيوس البطريق يفحصوا عن أمر أوطاخي لأنه كان اندعى سابقا بأن الكتبة فسدت أعمال المجمع فصار كذلك فأما حين كنت راجعا صدفني استريوس القس الكاتب وأقسم عليّ إني أسمع له ما كان يريد يحدثني به، فطفق يشكي إبراهيم وغيره من الكتبة كأنهم كانوا فسدوا بعض فصول من أعمال المجمع، وأن خوفه من هذه السيئة يبين أنهم فعلوا ذلك بغير علة، وهذه الشهادات شوفوا شهادات كتيرة وموجودة في الكتاب اللي هم نشروه تظهر وتؤكد أنه أنه كانت هناك مؤامرة للتخلص من أوتاخ الذي كان يقف كعقبة في نشر مذهب الطبيعتين إذ أنه قد أدان واشتكى كل من سؤودوريتوس وأوسابيوس أسقف دورليم وهيبة أسقف الرها ودمن الصبع المجموعة كلها من المهم أن نقرأ نقرأ كيف تم تزوير محاضر جلسات مجمع فيليبيانوس ضد أوطاخ وكيف نسبوا إليه ما لم يقل به مما جعله يتظلم إلى الملك الذي أمر بعقد مجمع أفسس 449 للتحقيق من الأمر وفيه تم تبرئة أطاخي وإدانة فيليبيان معهم. شوف بقى هجيب شهادة من كتاب من كتبنا. شوف أنا جبت شهادات كتيرة من عندهم. بعد ما جبت ده كله هجيب يعني رواية من كتاب تاريخي من المؤرخين الأرثوذكس كتاب تاريخ ميخائيل الكبير يقول ايه وحوروا العبارة خشية أن يعرف الملك سادوسيوس والأساقفة الأرثوذكسيون سبب حرمهم إياه وضعوا عبارة من طبيعتين قبل الاتحاد بدلا من طبيعتين بعد الاتحاد وقد قيلت بشكل مشوش غير مهذب وبدلا من اعترافي بطبيعة واحدة للمتجسد بعد الاتحاد بحسب ما جاء في المحاضر ابتكروا عبارة بالبساطة للتضليل فقط ولما عثر أوتيخ على المحاضر واكتشف أنها محورة إن قعد فترة قبل ما شاف المحاضر يعني اكتشف أنها مزورة أخبر الملك فجرى فحص المحاضر من جديد لمعرفة الذي حورها، فأرسل الملك للتحقيق فلورنتيوس فطريقوس الذي كان قد اشترك معهم في التحقيق الأول، والأسقف تاسيوس وسواهما، ولما أخذوا ينفذون أمر الملك، مثل أمامهم ممثلة أوتيخة. قسطنطين واليسينوس والراهب قسطنطين فتليت المحاضر واكتشفت تحويرات عديده وبعد تلاوه الباقيه قال الشماس الورع قسطنطين ان العباره التي بسببها عزل رئيس الدير غير وارده وقد طلب اليه سيدنا رئيس الاساقفه ان يقول بطبيعتين بعد الاتحاد ويحرم من لا يعترفون بهذا فرفض الحرم قائلا الويل لي اذا حرمت الاباء القديسين لذلك عزلوه وهذه الكلمات غير وارده في المحاضر قال بطريقيوس العظيم إني أتذكر أنها قيلت حين ذاك من قبل رئيس الأساقفة عبارة: أتؤمن بطبيعتين بعد الاتحاد؟ فأجاب أوتاخي: لم يرد هذا في كتابات القديس أساناسيوس وغيره من الأساقفة فكيف أقوله أنا؟ ده كتاب تاريخ ميخائيل الكبير سيلرز يقول ويجب أن نلاحظ أن يلاحظ أنه في فحص أعمال المجمع فأن في لورينتيوس أنكر مسؤوليته عن هذا التصريح وقال أنه رجل علماني لا سلطة له للمشاركة في المناقشات اللاهوتية وأعلن أن الذي حدث أنه حذر اوتاخي الكلمة اللي قاله تقول طبعتين وإلا هتبقى مدان يعني ففي الجلسة الثانية يوم ثلاثه ابريل للتحقيق في الشكوى المقدمه من اوطاخي في تزوير مجمع القسطنطينيه المكاني والتي تبرهن فيها التزوير وكذلك كتابه الحكم المسبق بادانه اوطاخي قبل نهايه التحقيق معه قد تم الكشف عن كل ذلك في حضور فيليبيانوس الذي شعر بالعار لما الحكايه كشفت فيليبيانوس بقى يعني ايه كان فعار كبير مين اللي بيقول كده سيلرز من أنا هو سيلرز اللي قال كده اما بكون اي حاجة بقول دي انا تعليقي انا يقول ايه سيلرز وفي المؤتمر الثاني برئاسة فيليبيان وبحضور فلورنتيوس واثنين من المسؤولين الامبراطوريين الإمبراطوريين الآخرين، الأرستقراطي مرة أخرى عمل بمهارة لأجل قضية السكندري. قرر فلورنتيوس أن يتم فحص الأعمال، على الرغم من أنه لم يكن لديه رغبة في اتخاذ إجراء ضد إيتيوس وبقية الكتبة الموثقين المسؤولين عنه. تم الكشف عن هدفي في نهاية المؤتمر. عندما بعد قراءة أعمال المجمع والمناقشة حولها والتي تم تدوينها في المحاضر الرسمية يمكن استخدامها لجلب عدم الثقة في المجمع أو الشك في المجمع وإظهار أوطاخي على أنه المؤيد الراسخ لعقيدة كرولس الأرثوذكسية، وأمر بإحضار جميع الوثائق لمعرفة الامبراطور يعني في ذلك الوقت قال في هذا الوقت كان في تماما في عار يعني انه قام طبعا اوسابيوس ومشورة اودوريتوس والعصابة دهيت ده ورطوه فبقى الامور اتكشفت فكان فعار شديد قوي من ضمن الحاجات برضو اللي جت. معلش في حاجات ممكن ما تبقاش بالترتيب قوي لان يعني ايه بجيبها من مراجع كتيرة بنقول يلاحظ في شرح ايمان وطاخ الذي قدمه لمجمع افسس 449 قال ان قدم اعتراف ايمان مكتوب ولكن أسابيوس اصر ان يقراه اوطاخي دي من ضمن الحاجات برضه وكان مصرا على مجادلته لانه كان يريد ان يتصيد اي خطا له يدينه به لعلم ان اوطاخي رغم تمسكه بالايمان الارثوذكسي فليس هو باللاهوتي المتمرس على النقاش والجدال فيقول أطاخي إيه؟ قال حتى إني في الحين في منازعة المجادلات كجار العادة من السجس وبديعة الكلام يزهق لساني ويصطداني في ويصطدني في الكلام مش عايز يقبل منه حاجة مكتوبة لا اتكلم عشان يوقعه في الكلام. فهنا نلاحظ الاصرار على مناقشه اوطاخي حتى يتم اصطياده ويقول اوطاخي وقلت اني كنت معتقدا بحسب ما رسموا الاباء وثمانية عشر الذين اجتمعوا في نقيا وبما ثبت في مجمع افسس المقدس كان يقتضي مني ان اقول بعض امور اخرى دون الاشياء التي تفسرت في نقيا وفي افسس سابقا فاما انا خايفا الا اتعدى على التحديد المورود في المجمع المقدس الذي سابقا بمشيئه الله انعقد في هذا المكان في القسطنطينيه. ده بيورينا ان النية المبيته ان كانوا عايزين يدينوه بأي وسيله إن كانت ومن ثم ظهرت المؤامرة بأجل صورة وتبين وتأكد وأثبت التزوير حتى أن في كان في عار وثبتت براءة أطاخي مين اللي أثبتها مش البابا ديسكورس خلي بالكم عشان بس ايه في بعد كده ما بيجي في ال يعني احنا في انا بس بكتفي بكده عشان القدرة للاستماع والوقت لكن هنكمل ان شاء الله عشان تعرفوا ان مجمع عفص لما يجي ما هعملش حاجة جديدة ده بالفعل كان براءة أوتاخي مثبته والتزوير تم التحقيق فيه ومتبرهن لدرجة إن سيلرز يوصف آه في يقول وكان تماما في عار شعر بالعار لكن هنكتفي بهذا القدر النهاردة قبل ما أجاوب على الأسئلة أنا في كتاب قررنا اسمه كتير اللي هو مضمون المجمع الخلق دوني عايز أقول لكم الكتاب ده هو إيه أولا الكتاب ده أنا عرفته من كذا مصدر لما كنت ببحث الموضوع ده وانا في الدير ورد عنه في السنكسار تحت يوم اتنين بقونا في سيرة البابا يؤنس الثامن عشر يقول ايه بيقول على البابا يؤنس عشر يقول في أيامه سعى بابا روميا لاجتذاب الكنائس الشرقية وخاصة كنيسة مصر الارثوذكسية الى المذهب الكاثوليكي وقام بنشر كتاب اعمال مجمع خلق دنيا ووزعوه على جميع البلاد الشرقية موجود عندكم الحاجات دي ولا؟ فكان ذلك سببا في انشقاق الكنيسة ووزعوه على جميع البلاد الشرقية فكان ذلك سببا في انشقاق الكنيسة ورفض الاعتراف بامانته البابا ديسكورس البطريرك 25 ثم أرسل بابا روميا مندوبا من قبله للبابا يؤنس يحمل رسالة يدعوه فيها إلى الاتحاد معه فسلم البابا هذه الرسالة إلى الأنبا يساب الأبح أسقف جرجة وكلفه بدراستها والرد عليها فقام هذا العلامة الكبير واللاهوتي العظيم بالرد عليها وتفنيد دعوى روما فدافع عن كنيسته وامانتها ومعتقداتها دفاعا مجيدا خلد به ذكراه، أما كتاب أعمال مجمع خلق دنيا فقد أتى على عكس ما كانت تنتظره روما من نشره إذ جاء مثبتا لصحة معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فندم أسقف روما على نشره في الشرق وقام بجمع نسخه وأحرقها الكتاب ده كان اتعمل كان امتى سنة 1694 سمعت الحكاية دي في السنكسار وخلاص دي حكاية قديمة واتحرق واتنشر وإذ أفاجأ وأنا أقرأ كتاب ابونا في ابراهيم نفح العبير ردا على شرح البشير انه مقتبس من هذا الكتاب اقتبس منه اما جه يتكلم على بعض النصوص اللي بيحوروا فيها فابونا في بيقول ان فصل ان فصل انفصل احد المسيح الواحد بعد الاتحاد الى اقنومين وجمعهما واحدا بحسب اتحاد الشرف والسلطان فقط لا بحسب اتحاد الطبيعي فليكن محروما لما كانوا بيقولوا انه بيقصدوا الطبيعة الاكنوم الاكنوم الطبيعة فجاب نص من الكتاب ده برضو وبيعلق يقول وهات ما ورد في التاريخ الخلق المترجم من اللاتينية من اللغة اللاتينية الى العربية بمعرفة القس فرانسيس ماريا الراهب من رهبنة القديس فرانسيس الشاروبيمي ومطبوع بإذن الرؤساء بمدينة روميا سنة 1694 بالباب السادس والعشرين منه أنا طبعا سعيت لغاية ما قدرت أحصل على الكتاب دوت أو صورة منه بصعوبة شديدة جدا قدرت يعني أحصل على إيه نسخة منه درسته كويس فالكتاب دوت قام بترجمته من اللغة اللاتينية العربية الراهب فرانسيس ماريا الشاروبيني وقام بمراجعة الترجمة العربية على الأصول اللاتينية الراهب كيرلس فرانسيس وكيل كل لرهبانة القديس فرانسيس الشاروفيني والراهب القس داود من رهبانة القرمليتين معلش ما بعرفش أقرأ الكلام الصعب ده سامحوني ومعلم في علم اللاهوت الكرمليتانيين الراهب لان دي ترجمات يعني ركيكه في العربي شويه الراهب القس بطرس الماروني معلم علم اللاهوت وكيل البطريرك الماروني يشمل ثلاث مجامع القسطنطينيه المكاني ومجمع افسس ومجمع خلقدوني نشر في 1694 بغرض كشف الاحداث للاقباط وباقي العائله الارثوذكسيه المتكلمين باللغه العربيه لعلهم يتفقوا مع الكرسي الروماني ووجه برساله الى البابا يوحنا او يؤنس ال18 من بابا روما ايه صورت لكم جايبين لكم الصوره برضو منظر الكتاب ايه موجود طبعا في تفاصيل اخرى انا نوع من التوثيق بقول لكم الكتاب ده رغم ان بذل جهد كبير قوي عشان احصل على نسخه منه اخيرا بقى موجود على النت <applause> الشاطر بقى اللي يعرف يحصل عليه لكن هو اسلوبه مش سلس اسلوبه مش سلس يعني يحتاج جهد في القرايه لكن يعني انا يهمني اللي يحب يتوسع في الموضوع ده لو تاني يقرا كتاب نفح العبير مقالات الانبا يوساب الاباح كتابات انبا اسوزورس البعض المراجع اللي قلت ايه عليها كتاب ميخائيل الكبير برضو كان بيقتبس منه ابونا فيلوساس ابراهيم وكان مترجم من السريانيه للفرنسيه ولكن ترجم للعربيه برضو وما اصبح موجود محتاجين الحاجات دي نقرا فيها القديم مش الجديد. اللي عايز يفهم الموضوع ده يقرا حاجات قديمه مش ايه؟ مش جديده. يقرا من مصادرنا الاول ويفهم قبل ما يقرا من مصادر اخرى. لان في اللي بيقروا على الاخرين الاول يرددوا ان في صيغه مصالحه ومش عارف ايه وده القديس كارولوس قال كده هنناقض القديس كارولوس لكن احنا حللناها بنعمة الله وجبنا من القديس كورولوس نفسه حجم الوضع ايه المصالحة كانت ايه بالضبط وما يدعونه صيغة مصالحة ما هو غير عرض ايمان عرضوه عشان اللي بيدعوا انه هو ابو ليناري ان يكون حاجة مكتوبة عايزينكم تتعاملوا بشوية مش شرط تاخدوا الحكاية متأشرة أنا اللي الشرح اللي شرحت لكم ده تجميع كتير لكن اقروا شوية عشان تعرفوا تحسوا بالجهد اللي بيبذل عشان نخرج لكم يعني حاجات زي كده هاتوا الحاجات دي اهي متاحة واقروها لأن في الموضوع له ساعات أخرى أنا اكتفيت بالمراجع دي بس لكن ده عندنا حاجات أقوى بكتير بتاعتنا بقى اذا كان في عمر ويتكون فريق معايا وهنا يعني الشاطرين من اللي بيتابعوا الكورسات هي سواء موجودين هنا او في اي مكان اخر ولا سيما الاباء الرهبان والكهنه والخدام اي حد يكون عنده يعني موهبه او رغبه في الترجمه والبحث المجال واسع وفي مازال مراجع كتيرة فيها شغل ممكن يبقى في تعاون ونطلع حاجات كتيرة مفيدة للكنيسة وأبناء الكنيسة ترسيخا للإيمان وحبا في إخواتنا في كل العالم إحنا بنقولها مش زي دايما بكرر مش نوع من المصارعة الفكرية أو التبارز ولكن الحق لأن في كتير يلوموا البابا ديسكورس ويلوموا ابائنا مش هيبقى الغرب واحنا كمان على ابائنا لا حقائق لما بتتضح بنعرف ان ابائنا قد ايه تحملوا من اجل حفظ الايمان نشكر حسن انصاتكم ونتفضل نصلي